cosa. طيب خد الاسم الفيتنس بانش شابتر ديفيوجن صح، وقلنا نتكلم على البالانس دايت. اتكلمنا في اول حاجه الفيدنج اوف ذا بالانس جروب صح، كان مين هم البالانس جروبس بريزنت ولا فيدنج اتكلمنا عليهم، ودخلنا في الانفنت اتكلمنا على ثلاث حاجات فيه، وقلنا نتكلم عن بريس فيدنج والارتفيشال فيدنج والوينج. خلاص بريس فيدنج وقفنا على الارتفيشال فيدنج صح. واتس مينت باي ارتفيشال فيدنج؟ ارتفيشال فيدنج هو ان الام ما عندها مشكله مش بتردع الطفل كويس، هضطر الجا الى لبن من بره. اللبن من بره عندي تو اوبشنز، يا اما الانيمال ميلك اللي هو الكاو ميلك او البافلو ميلك او وات ايفر، او الباودر ميلك. وجهه نظركم مين احسن، الانيمال ميلك ولا الباودر ميلك؟ الباودر. الانيمال مشكلته في ايه؟ دي حاجه الرجي، والحاجه الثالثه ان هو مش سبيسيفيك بالظبط نفس الكومبوزيشن بتاع الانيمال ميلك بتاع البريست فيدنج. الباودر ميلك بيستو ان انا بتحكم في الايه؟ في الكومبوزيشن بتاعتي. ان جنرال انتوا بتفضلوا الباودر ميلك، ولكن ستيل الباودر ميلك عنده العيب الكبير بتاعه هو اكسبنسيف مقارنه بالانيمال ميلك. كده ولا كده؟ نمبر ايفر ان الارتفيشال ميلك از بديل كامل و100% لبن الام. ليه؟ ايه عيوب او الديس ادفانتج اوف الارتفيشال ميلك؟ immunization. اول حاجه لايبل للانفكشنز. ميزه اللبن الام بينزل من الام مباشره للطفل، مفيش اي ريسك اوف انفكشن خالص. حاجه سترايل معقمه. الارتفيشال ميلك هي حاجه لايبل للانفكشنز، مش لسه نحضر اللبن نحطه في كوبايه ونجليه ونجليه اند سو اون، يبقى في بروسيس بيحصل دي يبقى لايبل للانفكشنز. عندنا اثنين، انتوا قلتوا ممكن يسبب ايه؟ الرجي. يبقى دي ممكن تبقى الرجي لان هو مش هيومن ميلك. عندنا الحاجه الثالثه ان ممكن ما يديش الكميه الكفايه صح ولا غلط، اللي هي الاماونت الكفايه. يعني ايه الاماونت الكفايه؟ لبن الام سبحان الله بينزل بالكميات اللي الطفل محتاجها بالظبط. النهارده الطفل محتاج عندنا ياخد مثلا 5 رضعات في اليوم، الرضعه 30 سي سي، الام ممكن تدي له 4، او بدل ما تدي له 30 تدي له 40، او تدي له 20، يبقى ممكن الاماونت ما تبقاش ادجستد بير داي او بير فيك بير داي. عندنا الحاجه الرابعه ممكن يحصل امبروبر دايليوشن. يعني ايه امبروبر دايليوشن؟ يعني هي تحط ميه اكتر من انا قلت لها 30 مللي ميه في الكوبونه، تحط عليهم مكيال لبن واحد، كل علبه لبن فيها مكيال لبن. اوكي، فالام عملت ايه؟ بدل ما تحط مثلا مكيال حطت ايه؟ مكيالين صح؟ يعني قالت نخلي الواد يتغذى. خلي بالك من حاجه، لما حطت مكيالين حصل ايه؟ دايليوشن. ده مش دايليوشن، ده حصل بالعكس اوفر كونسنتريشن زياده. اوكي، يبقى خلى الطفل يجي له ايه؟ مشاكل كتير بسبب الكونسنتريشن والهايبر اوزمولاريتي اللي حصلت عنده. فبالعكس بدل ما تحط مكيال حطت نص، ولما خلطته بالميه ده لون ابيض برضه، ما هو هيديك ابيض برضه في الاخر لبن. يبقى حصل ايه؟ دايليوشن زياده، خففت اللبن زياده. خلي بالك كونك خففت وانا عامل حساب ان المكيال ده فيه كميات بروتين وكالسيوم مناسبه، كونه ما خدش المكيال كامل يبقى ممكن البروتين عنده قليل، فما ادوش سبورتنج للجرف. الكالسيوم عنده قليل بيحصل له هايبو كالسيميا، يبقى اذا في مشاكل كتيره جدا ممكن تحصل هنا. 5، انت قلت لي كده من شويه بتقول لي ان بيحرمه من ايه؟ من مميزات البريست ميلك اللي هو الاميونوجلوبينز والسايكولوجيكال باوند وذا مادر و و الى اخره، فكون بيعتمد على الارتفيشال ميلك بيحرمه منها. 6 واخيرا ان هو يكون ايه؟ اكسبنسيف. يبقى دي عيوب الارتفيشال فيدنج عندنا. اتفقنا يا شباب؟ الخطوه الثالثه اسمها وينج، واتفقنا مع بعض كلمه مين يعني؟ احنا بندخله اي حاجه غير اللبن. غير اللبن، ودي خطوه فيري جرادوال تبدا من الشهر الكام؟ لغايه امتى؟ سنتين ماكسيموم. ممكن قبل كده صح؟ الكتاب عامل لك جدول مش مهم خالص. ليه؟ لو عايز تاخد فود ديمونستريشن ماشي، اللي هو سجست سكيم او سجست فود فور وينج، الشهر السابع تديله ايه؟ الثامن والتاسع، العاشر وال 12، بعد كده عند سنه، سنه ونص، سنتين، مش مهم الجدول ده خالص. يعني لو انتوا عمرهم ما يسالوا في حاجه زي كده. لا اوكي، ده اطفال طبعا هتيجي السنه الجايه في الاطفال، الحاجات دي مهمه قوي بالنسبه لك. يعني دول اطفال لازم تبقى عارف هيقول لي الام تاكل ايه وما تاكلش ايه. انا بالنسبه لي مش كلينيكال، اوكي؟ لكن لو عايز تاخدها تعرف مثلا طفل منطقي لو انتوا حد، خلي بالكوا هتلاقي ده اول حاجه بحاجات الاورنج جوس، حاجات الناشط اللي عارف ليه المهروسه، الفص المهروسه من صوب، بعد كده تديله بقى البيض، تديله بقى الكبده المهروسه، يعني كده تمشي معاك قصه جرانول، يعني من حاجات فلوي خالص الى حاجات سيمي سوليد الى حاجات سوليد. لان هي الفكره لسه عنده مش متقبل موضوع المضغ والحركه البوك والحاجات من صوب. اتفقنا؟ طيب
طيب ده بالنسبه لنا قصه الايه البريننج عنها لغايه مش مهم قوي زي ما انا قصه الايه الجراوي طيب في حته بعدها في البريننج اسمها دايت سبلمنتيشن. ايه فكره الدايت سبلمنتيشن؟ سواء الطفل على بريس فيدنج او ايه في حاجات احب اديها له سبلمنتيشن سواء بياكل او مش بياكل كويس. ليه؟ لان احيانا بيبقى اللبن قليل منها شويه. زي ايه؟ فاكرين خدناها في تشايلد كير دايت سبلمنتيشن اللي ممكن اديها له؟ فيتامين دي. خدناها في التشايلد هيلث بروجرام فيتامين دي وايه؟ يبقى دول الثلاث الحاجات اللي انا ممكن احتاج ان انا اديها له. ممكن اديها له ايفن حتى هو لو على بريس. حتى احنا قلنا كنا فاكرين لما قلنا فيتامين دي كنا بناخده امتى؟ شهرين ايه؟ ها دي اول شهرين ايه؟ 9 شهور. تسعة. امال الاير 7 و15 وانا بياخد شهرين هنا وهنا. خلي بالكوا دي الفترة اللي غالبا كان فيها ايه؟ الويننج. 7 شهور 9 شهور دي الفترة كانت بداية الويننج اللي هو لبن الام خلاص بيقل وبنديله حاجات من بره عندها. فدي فكره الايه؟ الدايت سبلمنتيشن. اوكي؟ طب نديله ايرن ازاي؟ لو الام تقدر تديله جرين ليف فيجيتابلز او تديله الميديكيشن. فيتامين دي ياخده ازاي؟ تعرض للشمس 1 2 اورل دروبس. ياخد اورل هي 400 جرام كل يوم. اوكي؟ طب والفيتامين دي بياخده ازاي؟ برضه كان دروبس. الكات فاكر الكبسولات اللي كانت بتتفضى في بقه يبقى برضه اورال مش دروبس. يعني كانت كبسوله بتتفضى في بقه جواها ماده زي الاوليو ماتيريال عندنا. اوكي؟ الطفل لما بيكبر شويه بيحب يهتم بالبروتين قوي قوي. البيض، جبنه، كبده، انسون. ليه؟ عشان الكبار من لا ترخص. انت بتكبر من البروتين اساسا. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لنا قصه الايه؟ السبلمنتيشن عندنا. قبل ما نخلص التشايلد نيوتريشنال كير عندنا عايز ادي بس في دي هي اهم خطوه في الثلاثه والخطوه الاساسيه اللي لازم افوكس عليها قوي. فعملنا حاجه اسمها بروموشن اوف ذا بريست فيدنج. طبقنا البروموشن اوف ذا بريست فيدنج ازاي؟ قال والله بص البريست فيدنج هي نتيجه محاوله اول ايام قليله في حياه الطفل. باي ذا واي لو نجحت مع الطفل في اول يومين ثلاثه انه يمشي على بريست فيدنج والام كانت صحتها كويسه بتاكل كويس فيسيولوجيكالي نورمال سايكولوجيكالي ريلاكسد يبقى هيمشي على بريست فيدنج بعد كده. المشكله انت طب ما تعودش عليه من الاول. وخلي بالك ما تعودش عليه من الاول هتبقى ياكل من بره. اصل مش هتلاقيه قاعد على بريس فيدنج اسف مش قاعد على محاليل وميه انسون. والطفل لو جرب الارتفيشال ميلك بيبقى صعب يرجع للبريس ميلك. لازم قلت له ارتفيشال ميلك سويتي طعمه احلى اسهل ياخده كله مره واحده غير دروب باي دروب في البريس ميلك. عشان كده فكره البريس ميلك لازم نشجعه كويس قوي قوي. قالوا طيب انت المفروض ان الستات نورمال تولد فين؟ في المستشفيات. وانا قلت لكم معلومه قبل كده كنا بشجع انها ترضع امتى؟ نص ساعه. خلي بالكم ان هي تبقى مرهقه. التكنيك بتاع البريس فيدنج اصلا ما تعرفوش ازاي. يعني وبالذات لو كان ده ايه؟ اول دي لسه ما تعرفش الولد يتحط في اي بوزيشن كده ولا كده ولا كده. طب الام هي قاعده ولا هي نايمه؟ طب هي نايمه على جنبها ولا على ظهرها؟ فاهمين قصدي ازاي؟ طب الولد يعني التكنيك نفسه هي مش عارفاه. فقلنا طيب احنا عشان نشجع البريس فيدنج هنعمل حاجه اسمها بيبي فريندلي هوسبيتال. يعني المستشفى اللي هتولد فيها الام هي المسؤوله انها تنشور ان الام بدات وكملت بريست فيدنج كويس. اتفقنا؟ ليه؟ ما سيبهاش تروح البيت وبتاع. وخاصه الستاندر عندنا ان النورمال ديليفري بتقعد معاك في المستشفى قد ايه؟ قلناها قبل كده. يوم تقريبا 24 ساعه والسيزيريان يومين ده الافرج صح ولا غلط؟ فهي على الاقل اول يوم او اول يومين عندك في المستشفى يبقى ابدا معاها البريست فيدنج. الطفل بيطلع كم مره في اليوم؟ حد عارف المعلومه دي؟ اول ما يتولد بيطلع حوالي 8 مرات او 9 مرات على مدار اليوم. فبرضه فريكونسي مش ايه؟ مش قليله انك تتعلم الام ذا تكنيك اوف ذا بريست فيدنج عندك. طيب بصوا معايا قالوا ايه؟ قالوا عشان نطبق البيبي فريندلي هوسبيتالز هنحط 10 ستيبس في سؤال نظري مهم من حاجات كتير في امتحانات كتير. وات ار ذا 10 ستيبس اوف سكسسفول بريست فيدنج؟ What are the 10 steps of successful breastfeeding؟ 10 نقط عشان نشجع البريستفيدنج عندنا. ودول من WHO. أي إن كل مستشفى فيها ولادة، كل مستشفى النساء، كل مستشفى جامعة ولاد الأطفال محتاج منهم 10 خطوات عشان يشجع البريستفيدنج. أول حاجة they must have a written policy for the breastfeeding. المستشفى كلها عندها سياسة، إحنا هنشجع الرضاعة الطبيعية. وهنعمل 1 2 3 4، واحد حط السياسة. 2 هعمل تريننج للستاف على السياسه، بمعنى حضرتك الدكتوره، حضرتك الاسيستنت، حضرتك الكذا، صح ولا غلط؟ يبقى كل واحد ليه وظيفه،
فأعلم كل واحد دوره هيعمل إيه عشان يحاول يأبلاي بوليسي، صح ولا غلط؟ ثلاثة، هقول للستات وات ذا أدفانتج أوف بريست فيدينج. فاكرين زمان لما كنت بتكلم في الأنتريجال في التشايلد كان دايما أول حاجة بقولها لها إمبورتنس أوف أنتريجال كير، إمبورتنس أوف ذا تشايلد كير. أنت هتبدأ معاها بروسس تقعد معاها لمدة سنتين، لازم تحس إنها إيه؟ مهمة، صح ولا غلط؟ عشان تعملها وتستمر عليها وتقعد تزهق نفسها كل ساعتين ثلاثة وبالليل وفي النهار انصعون، فلازم تحس بأهمية الإيه؟ بريست فيدينج. فاكرين الإمبورتنس اللي إحنا قلناها؟ نيوتريشنال وميولوجيكال وليكي انت كام برضه مفيد فيك في ايه، فلازم اعلمها وقت دي امبورتنت فور بريست فيدنج. اربعه، اعلمها تو ستارت بريست فيدنج اس سون اس بوسبل، قلنا قلنا قد ايه؟ نص ساعه. خمسه، بعلمها اكسكلوزيف بريست فيدنج. يعني اكسكلوزيف بريست فيدنج اول ست شهور نوتنج اكسبت بريست فيدنج لمده ست شهور او اكثر. بعلمها حاجه اسمها ايه؟ هاو تو بريست فيد اتسلف، التكنيك اوف بريست فيدنج، حط الولد ازاي اند سو اون. اوكي، وازاي ان الواد لو رفض او حصل له سيبريشن ارجعه تاني ازاي. سته، علمها براكتس وومنج اند. يعني ايه براكتس وومنج اند؟ قعد عندي في الاوضه تحت الملاحظه، مش عيب، رضعي قدامي، اقعدي قدامي، شوف انت بتعملي التكنيك ايه. مش بس انا بعملها ديمونستريشن، لا ده انا بخليها تقعد قدامي وبراقبها 24 ساعه، اشوف لا الوضع ده غلط اللي انت عم تغلط، لا بص حط الوقت كده شويه، لا كده مش مظبوط، استنى شويه. يعني بخليها ايه؟ تعمل التكنيك تحت عينيا، تحت مراقبتي، مش بس مره، مره 24 ساعه، عشان اطمن انها ايه؟ عملت كويس. الكتاب بس في حته بس عندك في نفس النقطه دي، اللي كانت في حاجه اسمها بريس فيدنج اون ديماند، دي نقطه لوحدها. بريس فيدنج اون ديماند دي نقطه لوحدها. يعني ايه بريس فيدنج اون ديماند؟ كنا زمان بنقول ان البريس فيدنج ليه سكادول، في النهار الولد يرضع كل ساعتين وبالليل يرضع كل ثلاث ساعات. اصبح الكلام ده كله مش موجود، اصبح الولد وقت ما محتاج يعيط يرضع يرضع. ريكونديشن از نوت ليس ذان 1 اور نوت مور ذان 5 اورز. يعني ايه الكلام ده؟ الولد رضع النهارده بعد نص ساعه عيط وعايز ياكل، اديله؟ لا، لازم يعدي ساعه على الاقل. اوكي، بعد ساعه اثنين ثلاثه وقت ما محتاج اديله. طب خمس ساعات الواد نايم ومستمتع وسليم وزي الفل وما جاش، اصحيه واكله خلاص، يبقى تاني، يبقى مش اقل من ساعه، مش اكتر من خمسه، لكن ديورنج الفتره دي وقت ما هو محتاج. يعني ما عنديش سكادول انه بعد ساعتين بالظبط، بعد ثلاث ساعات بالظبط لازم يرضع، ما عنديش سكادول. اوكي، يبقى دي سميناها بريست فيدنج اون ديماند. جيف نو ارتفيشال فيدز. يعني ايه فيدز؟ عارفين التتينه او الهيئه والسكاته بتاعت العيال اللي بيحطوها العيال عشان تسكتهم؟ احنا بنمنعها تماما. ليه؟ المفروض بنمنعها تماما. طبعا طبعا، سوشيال انفكشن هي بتقع في الواد يعمل ايه؟ كده احطها في بقه، تلاقي حركه راسه كده احطها في بقه تاني. بتاثر في الديفلوبمنت اوف الجوع عموما، صح؟ وتاثر في الابيتايت، لان هو طول النهار بياكل، يعني بيتخيل ان هو بياكل، لكن بينه وبينكم الكلام ده علميا صح، لكن على ارض الواقع هي ماتش كده بالفعل. يعني تحس الولد سليمه شغاله بصوت عالي، بتحطها فجاه بقى سايلنت، عشان كده هي ماتش كده بالفعل. لكن طبعا المفروض انها غلط للاطفال. الحاجه الاخيره، فوستر استابلشمنت اوف بريست فيدنج سبورت جروبس. يعني ايه بريست فيدنج سبورت جروبس؟ يعني بيكون اكتر من مادر مع بعض. مش بس كده، انا عندي في بعض الناس او في بعض الهيئات او الجمعيات او وات ايفر، هم دي ار اي ان هم يساعدوا المجتمع ان هم يعملوا بريست فيدنج اديوكيشن اند سو. طب ايه المانع ان انا ايه؟ اشجعهم انا كوزاره الصحه، انا كمستشفى اشجع الناس دي، اديهم الماتيريال، اديهم النولج اند سو، الناس هتشجعني على ده. على فكره انتوا عارفين في المجتمعات اللي بره في مجتمعات اسمها ان جي اوز، اللي هي نون جفرمنتال اورجانيزيشنز، اللي هي الجمعيات الخيريه والهيئات الخيريه اللي لها رفع للربح، اللي هي بتساعد، واللي دورها بره على فكره قوي جدا، بتساعد الحكومات بشكل كبير قوي. طب ايه المانع ان انا اخد الناس دي واديهم الماتيريال والنولج و و و و وهم يساعدوني؟ لان انا اكيد مش قادر اوصل لغايه الناس بشكل كبير قوي. الحمد لله. سهل يا شباب؟ يبقى ده السؤال اسمه 10 steps of successful breastfeeding. سهل السؤال ده؟ طيب بالنسبه لي يبقى دي اول حاجه فور breastfeeding، انك تعمل بيبي فريندلي هوسبيتال. الحاجات الثانيه انك انت بتحاول انك انت ايه؟ تعالج الانفكشن الموجوده عنده. اصل لو عنده انفكشن مهما بيرجع او بياكل هيقتله في ستو تاني، صح ولا غلط؟ اوكي؟ وتحاول انك انت تخلي الام عندنا في القانون هي مشكلة الأم في الرضاعة في الشغل، صح؟ بتنزل من البيت الساعة 7 الصبح، بترجع الساعة 3 أو الساعة 4 من
طب اتفضل على الواد ازاي. فبندي حاجه اسمها ماتيرنتي ليف. ماتيرنتي ليف يعني اجازه وضع واجازه ولاده بتبقى 3 شهور بالقانون المصري. وبقى الام لو تعرف تطولي المده دي اكتر حاول تطولي بحيث ان الواد اكتر فتره ممكنه من الفيرست ويك. بيعملوا حاجه ثانيه حتى بيخلوها حتى هي بتخرج البريس ميلك بتحطوها في البرنامج او حاجه بتحط في ثلاجه وتبقى مثلا لو حد موجود مع البيبي بيرضعه بالجوز والزيت لغايه ما الام ترجع تاني. يعني الايدنج ان انا في الاخر الواد ما يتحرمش من البريس ميلك. اوكي سهل يا شباب. يبقى دي قصه فكره انك انت هاو تو انكرج البريس فيدنج. احنا كده خلصنا اول مجموعه المره اللي فاتت اللي هم البريجننت واللاكتيتنج. وخلصنا الانفنت. انا قلت عندنا التشايلد هما ثلاثة الانفنت والبري سكول والسكول صح؟ يبقى التشايلد ثلاثة الانفنت والبري سكول والسكول. خلصنا الانفنت واتكلمنا عنه. البري سكول ناخد بقى سريعا البري سكول. هتقولي البري سكول محتاج ايه؟ محتاج انرجي ولا بروتينز ولا فاتس ولا فيتامينز ولا مينرالز؟ كله محتاج انرجي قد ايه؟ رقم عشان تنسى كيلو لو جالكم. الطفل بيحتاج 1000 كيلو كالوري في الدي كل سنه بيزيد 100 كل سنه. يعني 100 كل سنه؟ يعني تاني سنه بيحتاج كام؟ 1100 اللي بعدها 1200 يجي يدخل مدرسه يحتاج عندنا كام؟ 1500 عند 5 سنين صح ولا غلط؟ احتياجات الانرجي مبرره ليه؟ ليه احتياجات الانرجي عندنا بتزيد؟ حرارته بتزيد. الطفل في اول سنه على السرير بيسحب بعد كده يقف ويقعد انسان يبدا يجري فكل ما بيتحرك اكتر كل محتاج انرجي اكتر اكتر. يبقى دي عندنا قصه الايه الانرجي. محتاج بروتين قد ايه؟ بروتين محتاجه كتير قوي. حد فاكر حامل كانت محتاجه بروتين قد ايه؟ زود 15 15 بس السؤال كان البيز بتاعها كام؟ 0.6 0.6 0.8 صح؟ يعني كانت بتقول لي بير كي جي بر ويك بير داي. بص على الطفل محتاج قد ايه؟ من 1.5 ل 2 جرام بير كي جي بالوي. الام كانت محتاجه 0.6 0.8 محتاجه 1.5 ل 2 اكتر من الدبل. فاذا ده منطقي لان هو لسه في مرحله الجراف. انا محتاج بروتين بيني وبينكم كشاب وانتم محتاجين كشباب فور ريجينيشن اوف ذا سيلز ان انا بكون خلايا ثانيه. لكن تبدا اوريدي لسه بانيشيت خلايا لسه بانيشيت جسم عندنا عشان كده محتاج عندنا كميات بروتين زياده قوي عندنا. يبقى ده عندنا بالنسبه للانرجي ده عندنا بالنسبه للبروتين عندنا. اتفقنا يا شباب؟ طيب if you'd like to determine if it's normal ولا لا بتحكمها بحاجه اسمها جروس شارت فاكرينه؟ مش عارف اذا كان الولد نورمال او نوت. طيب لو سالتكم سؤال what is the nutritional deficiency اللي ممكن تحصل في التشايلد هود؟ اللي هناخدها مع بعض كمان شويه ان شاء الله زي ايه؟ بروتين deficiency بروتين انرجي deficiency نسيت اول واحده ايرون deficiency ريكتس فيتامين اي deficiency فيتامين سي deficiency اي حاجه ممكن تحصل. طب ليه كولون ديفيشنسي مش ممكن يحصل له ايه؟ اوفر فيدنج اوفر فيدنج او بس طيب السكول تشيلدرن حد يقول لي ايه الاكزامبلز اوف ذا سكول تشيلدرن؟ نفس اللي انا قلتهم حالا دلوقتي بس ما تقوليش ريكتس. لا ريكتس اكتر فين؟ في عيال صغيره خالص بالظبط في عيال صغيره صح. لكن ممكن تقول هنا اير ديفيشنسي فيتامين اي فيتامين سي عايز تقول لي الكلام ده كله انا موافق على كل الاكزامبلز دي عندنا. هل طلاب المدارس عرضه الى مال نيوتريشن او نوت؟ اه قوي اظن اكتر من المال الثانيه اللي بيخلي الجنرال انهم عرضه. ايوه طب ايه المشكله؟ الفقر والجهل مرض والمرض صح يا بابا؟ ايه مشكله الفقر؟ مفيش اصلا مش عارف ايه. ايه مشكله الجهل؟ الام مش عارفه تاكله ايه ما تاكلوش ايه وتدي له ايه معاه في المدرسه وتقول له ياكل ايه اند سو. ايه مشكله المرض؟ احنا الاثنين مرتبطين ببعض. وجود انفكشن هيعمل ايه؟ مش عارف مانيوتريشن والمانيوتريشن تعمل انفكشن فالاثنين يعملوا بعض. فتاني البريدسبوزنج فاكتورز اوف مانيوتريشن الفقر اللي هو سوشيو ايكونوميك الجهل الاجنورنس اوكي المرض لو عنده ايه؟ عنده بارازيتك انفكشن عنده مثلا فيدنج هابتس. من ضمن الحاجات اللي عند الام هي الام ما بتاكلوش كويس ان ادكويت فيدنج او بتبوظ الابيتايت بتاعته. وبينه وبينكم العيال في الزمن ده الابيتايت بتاعتها بايظه عارفين ليه؟ ده حقيقي الشيبسي والحلويات والبيبسي والحاجات اللي بيتها صح ولا لا؟ فخلى العيال دول النهار مش عايزه تاكل وبطنها مليانه وشبعانه لكن كل اللي كلوه حاجات مكسبات طعم ولون ورائحه وداوت نيوتريشنال اتفقنا؟ فدي تلاقي ان العيال بتاكل هي العيال بتاكل بس كل الاكل اوف نيوتريشنال اوف لو نيوتريشنال فاليو عندهم اتفقنا؟ طيب ازاي نمنع المانيوتريشن في المدارس؟
فاكرين كنا بنعمل الميد دي سكول مين؟ اللي هو الجزئية في وسط المدرسة اللي عملناها في سكول زمان اللي هو انت خديها كالوريز وبروتين سنسور، لكن انت قلت لي قلبي يقعدوا معاك في المدرسة ايه؟ وقت طويل، فبالتالي ما اقدرش اعتمد ان هم يقعدوا فترة طويلة من غير أكل، سبيشال إن نص العيال على الأقل جايين فروم لو سوشيال إيكونوميك ستاندرد فروم لو إديوكيشن ليفل، العيال مش متعلمة إن سو أون، فالعيال دي لايبل للإيميوكيشن بشكل كبير قوي الحمد لله. اتفقنا؟ يبقى ده البريفنشن، إيه المانع لو هم كان بيديهم سبلمنتيشن؟ صح؟ إيه لو هم مش بياكلوا كويس اديهم سبلمنتيشن عندنا؟ لما طبقنا في مصر الأيودين على الملح طبقنا سبلمنتيشن. لما اديناهم الفيتامين دي، إيه المانع لهم كسبلمنتيشن؟ لما ندينا من فيتامين دي او حتى اكليس غراب للشمس يبقى كل ديت ايه سبلمنتيشن من عندك. اتفقنا؟ طب لو خايف من انفكشن عندهم، مش انا قلت لو مرض لو في عندهم انفكشن او باراسيتيك انفكشن او تقدر نعمل ايه؟ بس بريفنشن اند تريتمنت لاي حاجه من الانفكشن او الباراسيتيك انفكشن. لا اتفقنا؟ بيني وبينكم السكول هو الكتاب كاتب فيه دي اوف ذا ادوليسنس، انا حاسس ان انا في السكول. يعني مش شايف عندنا حاجات زياده عندنا. الحاجة الوحيدة الزيادة اللي ممكن تجينا بس في الادوليسنس عشان ام سي كيو جملتين ان الادوليسنس تكوير 2500 ل 3000 كالوري بير داي، البنات اقل 30%. 2500 ل 3000 على فكرة رقم مش قليل. الولد كان بياخد كام اول ما اتولد عند البري سكول؟ 1000 1100 1200 1500. الادوليسنس بياخد 2500 ل 3000، ده منطقي ليه؟ ده انرجي، ده اعلى فتره انرجيتك في حياتك كانت فتره الادوليسنس، صح ولا غلط؟ البنات بتحتاج 30% اقل، منطقي. الجمله الثانيه ان الزنك من الحاجات المهمه قوي في الادوليسنس فور سيكشوال ماتيوريتي. يبقى ده بس دول الجملتين اللي عايزهم عشان خاطر الايه؟ اللي مش كده. اتفقنا؟ طيب. الحاجه الاخيره عندنا او الجروب الاخير بعد ما خلصنا على السكول، انا قلت هم ثلاثه بيتس في حياتك البريجننت والاتليتنج، الاطفال كلهم لغايه سن ال 20 لغايه مرحله الجرث، وبعدين اولد ايج. هم الناس الكبار عرضه الى ديفيشنسي ديس اوردرز زي ايه؟ نفس الكلام برضه، نفس الكلام ديفيشنسي انيميا فيتامين بي فيتامين سي، يمكن زود عليهم حاجات مختلفه شويه الاوستوماليشيا والاوستوبروزس، يمكن دي موجوده اكثر في الناس الكبار اللي هي الاوستوماليشيا والاوستوبروزس، لكن كل اللي انت عايز تقوله وارد جدا عندنا سواء اندر نيوتريشن او اوفر نيوتريشن عندنا. طب اسالكم سؤال، ليه الناس الكبار عرضه الى مشاكل مانيوتريشن؟ واي ذا اولد ايج وات ذا بريسبوزنج فاكتورز اللي بتقول الناس الكبار عرضه الى مانيوتريشن؟ هل هي فيسيولوجيكال امبورمنت ولا سايكولوجيكال امبورمنت؟ يعني فيسيولوجيكال ابزوربشن بقى وحش، دايجيشن قليل، كل حاجه قليله عندنا، فالفسيولوجيكال مش قادر استفيد من الاكل، سايكولوجيكالي دبرس. على فكره باي ذا واي دبرس طبعا عشان كبر وضعيف مش قادر يتحرك وطلع على المعاش والناس اللي حواليه بيموتوا وان سو اون. على فكره الدبرشن بتعمل اكستريم. ياكل كتير ما ياكلش خالص. ياكل كتير ما ياكلش خالص. والاثنين بقى ديبرشن صح؟ في ناس لما يجي لها دبرشن يعمل ايه؟ يحبط وما ياكلش وما يعملش حاجه خالص. وفي ناس لما يجي لها دبرشن ياكل كتير جدا ويحط همه في الاكل عندنا. فعشان كده دي الفكره عندنا فكره الدبرشن يبقى فسيولوجيكال وسايكولوجيكال. ايه تاني؟ ايه تاني غير فيسيولوجيكال وسايكولوجيكال؟ عنده بقى ابوه عنده فور ابيتايت ما عادش قادر تروح لجده كل ماليش نفس يا ابني والله يا جد الاكل اللي انت بتحبه يا ابني والله ما عدت قادر مالي نفسي ابص حتى في الاكل خالص ليه عنده نص في ابيتايت؟ واي؟ فيسيولوجيكال ولا سايكولوجيكال؟ الاثنين ممكن تبقى عنده مشكله هي عامله له كرونيك ديزيز عامل له سوفت ابيتايت او سايكولوجيكال خلاص حاسس ان هو خلاص ما عادش انترستد في الاكل اند سو. وعلى فكره بيرفيوز الاكل فعلا بيرفضه بيرفضه ما يقدرش ياكله خالص ممكن يقعد طول اليوم ما ياكلش عن كده. يبقى قلت لي الناس الكبار عرضه لمشاكل بسبب ثلاث حاجات لغايه دلوقتي سيكولوجيكال ولا سوبر فيتاي. الحاجه الاخيره ممكن تبقى نونلس او ايكونوميك بروبلم. ايه فهم النونلس او الايكونوميك بروبلم؟ كان طول عمره بيشتغل وكان معاه فلوس وان سو. ممكن الولد لما يطلع المعاش ايه اللي يحصل؟ دخله يقل إيه؟ فحاسس انه مش قادر ياكل زي الاول او مش قادر يجيب حاجات زي الاول. اتفقنا؟ الحاجه الخامسه والاخيره لوس اوف تيث فقط سنان. طبعا على الاقل سنانه محشيه مش عارف ايه ان سو اون سنانه متكلعه بركب طعم ان سو اون. وعلى فكره مهما كان الحاجات اللي بركبها كارتفيشال عمرها ما بتتلبس لي سنان طبيعيه. سبحان الله بجد ربنا له حاجات كتير عمرك في يومك هي المقدره النهارده تعوض خلق ربنا ابدا ابدا. يعني الفكره في ايه؟ النهارده بنحاول تعمل سماعه
لكن هم السماعه بتركها لك ودانه الطبيعيه اللي بتسمع زي ودانه الطبيعيه بتعمل طقم في السنان ومتقدم وزراعه اسنان الصوان بس عمرها ما بتبقى زي السنان الطبيعيه 100%. اوكي يبقى دي الخمس اسباب اللي بتخليني في ديسبوز لمانيوتريشن في الناس الكبار. السؤال وات از النيوتريشنال بريفنشن بروجرام للناس الكبار؟ نمنع البريفنتيف بروجرام في الناس الكبار ازاي؟ النصيحه الغاليه ياكل كتير ولا ياكل قليل؟ صح بلد. لكن البالانسد في الناس الكبار مختلفه شويه. على فكره هو دايما البالانسد ده عشان ناخدها كمان شويه. انا عندي حاجه اسمها ماي بليت. ماي بليت طبق المفروض ان الطبق بتاعك عباره عن اربع ارباع وكوبايه جنبيه. اربع ارباع وكوبايه. الاربع ارباع اللي عند حضرتك خضار وفاكهه ولحمه ورز. يبقى خضار وفاكهه ولحمه ورز. الكوبايه دي كوبايه ايه؟ ملك. وبين او سموها دايري برودكتس. دايري يعني منتجات البان لبن زبادي بتبقى حاجه منتجات البان كصوص البروتين اند ايه اند كالسيوم عندنا. لما اقول اربع ارباع خلي بالك الخضار والفاكهه دول الربعين المصدومين. مين فينا نص اكل خضار وفاكهه؟ احنا في وجبات كتيره جدا ما بناكلش فيها خضار. مش عايز اقول ان مفيش وجبات في ايام كتيره جدا ما بناكلش خضار وفاكهه. يبقى انت المفروض يكون نص اكلك خضار وفاكهه ودايري برودكت حاجه من الحاجات الاساسيه عندنا. ده الجنرال الماي بليت للناس الجنرال كلهم. الكبار في السن في حاجات معينه عايز ازودها لهم وحاجات معينه عايز اقللها غير الشباب. ايه اللي لازم ازوده عندهم؟ ممتاز عشان ممتاز الكونستيبيشن. طبعا الكبار دلوقتي السن بتاعهم بتبتدي هتقل فانت قلت فايبرز وبرضه الفلوس والفيشتبلز كسورس اوف انتي اوكسيدنتس ده اللي يزوده والميه لازم تشرب ميه كتير. العكس اللي بيقللوا ايه بقى؟ فاتس بالذات الساتوريتد فاتي اسيدز الشوجر عشان الملح السمبل كاربوهيدرات اللي هو العيش الفين والسكر اتفقنا. يبقى فكر تاني البالانس دايت بس نظبط هو ياكل ايه اتفقنا. من ضمن الحاجات اللي بتمنع الناس الكبار او بتساعد الناس الكبار ما يمنعوا ان هو لازم ياكل مع العيله. بتلاقي حساسيه عند الناس الكبار حساسيه لما تكبروا. طول ما انتوا صغيرين انت ممكن تاكل في اي مكان ومع اي حد ولوحدك صح؟ ممكن تاكل في العربيه وانت مروح تاكل وانت واقف في بعد السكشن واقف لوحدك واقف مع اصحابك ما عندكش مشكله. الكبار لا بيحس بالوحده فعشان ينفي احساس الوحده عن نفسه ما بيحبش ياكل ايه؟ لوحده. لازم ياكل مع الناس لازم ياكل مع عيلته. فدايما هي دي الفكره. وللاسف الشديد في الزمن ده مشكله عيلته انها ايه؟ ما عادش فاضي صح ولا غلط؟ الولاد في الجامعه في المدرسه في الشغل بيرجعوا بالليل ما يقدرش يستحمل فبيضطر ياكل لوحده وعندها. اوكي؟ بنخلي الاكل بالنسبه لهم مور ابيتايزنج. يعني ايه مور ابيتايزنج؟ طعمه كويس، السيرفنج بتاعه كويس، صح ولا غلط؟ لان هو بالنسبه له الحاجه از مور اتراكتيف. سبحان الله بجد الناس الكبار في السن بيفكروك بالاطفال. بالظبط. عارف وخلق من بعد قوه ايه؟ وهما وضعفا، نفس ما انت بترجع تاني طفل تاني. العيال ما بتحبش تاكل مع مامتها ومامتها قاعده جنبها. لما تلاقي العيال عشان تخليهم ياكلوا بتخلي الاكل مور اتراكتف فتلاقي ماما بتعمل ديكوريشن او بتخلي الاكل طعمه احسن تحط عليه مش عارف ايه او اكثر. كل ده بتخليه مور ابيتايزنج. الكبار نفس الفكره. بس الابيتايزنج بالنسبه للكبار حسب الاكل ايه؟ اللي هو بيحبه بالطريقه اللي هو طول عمره كان بيحبها. تفهم؟ طيب قلنا ايه درينك اتليست 2 لترز اوف ذا ووتر في الصيف بيزودهم اكتر. 2 لترز في الشتاء في الصيف بيزودهم اكتر. بالذات هتلاقي الناس الكبار يقول لك انا مش عطشان. قول له حتى لو انت مش عطشان لازم ايه؟ تشرب شنو. من الحاجات الخطيره في الكبار الديهايدريشن. لازم يشربوا كميات ميه كفايه عندنا. اديهم سمول فريكوينت فود. يعني ايه سمول فريكوينت فيدز؟ مش قادر ياكل زي زمان مش قادر ياكل اكل على بعضه. قول له مفيش مشكله اتغدى دلوقتي قد ما تقدر وكمان ساعتين يديك ايه؟ سناك. يعني بدل ما مش قادر ياكل اكل على بعضه يبقى ياكلهم ايه؟ سناكس عندك. اتفقنا يا شباب؟ ايه المانع ان هو لو عندهم مشكله يعمل لهم سبيشال جيليات الفود؟ يعني اكل بدل ما هو سوليد قوي وناشف بالنسبه لهم يعمل لهم حاجه سيمي سوليد مثلا فور اكزامبل حاجات تبقى متحضره مخصوصه بالنسبه لهم. زي ما كان في الاطفال في حاجات باودر ميلك في سيريلاك والى اخره برضه مفيش معنى للكبار نعمل لهم حاجات تبقى اسهل لهم لاسنانهم وظروفهم والابزوربشن والكسر اللي موجود عندهم. الحاجه الاخيره بنحاول ان احنا نشوف لو عندهم اي انفكشن نحاول نعمل بريفنشن كنترول للانفكشنز اللي عندهم. اتفقنا؟ يبقى دي كانت هاو كان من بريفنت النيوتريشن في الناس الكبار بس. سهله؟ طيب. في جدول عندكم هنا يخلص قصه او في الاخر في الاولدرلي برضه
what is the physiological changes and what's your response to this. ايه معنى الكلام زي ما انا قلت لكم كلمه لو فاكرينها ان الجيرياتريك او الاولد ايج او الالدرلي از انفيتابل بروسس يعني ايه انفيتابل مش عارف اجنبها مش عارف امنعها هتحصل cannot be stopped but can be delayed فالفاكت بتقول ان الكبار في السن كده كده هيلوس اوف ذا بيتاين كده كده هيفقد سنان كده كده هيحصل له امبير ابزوربشن اند دايجيشن كده كده هيحصل له كرونيك ديزيزز الله يعني كده كده دي هتحصل سؤالي بقى هاو كان يو ريسبوند تو ذس يعني ذس ديفينتلي سام فيزيولوجيكال تشينجز المطلوب انك انت تعمل ايه الكلام ده كله مش كده تقول لي لا هتحصل ازاي نتعامل مع الكلام ده كله الجدول قدام حضرتك اسمه فيزيولوجيكال تشينجز بتحصل الناس الكبار اند واتس يور اكسبكتد ريسبونس انت المفروض مش لازم كل الاكزامبلز دول احفظوا لي 5 6 اكزامبلز اللي يريحوا يعني لو حصل ديكريز ان دايت تعمل ايه لو حصل سنس اوف تيست اند سمل تعمل ايه لو لوس اوف ريليف تعمل ايه لو مش عطشان تعمل ايه لو عندك كونستيبيشن تعمل ايه خلي بالك كل الكلام ده كله ايه هيحصل لكن ممكن يحصل من سن ال 50 عند ال 60 عند ال 65 هيحصل تتعامل ازاي مع كل واحد اوكي احفظوا لي اي 5 6 اكزامبلز دول اتفقنا كده خلصنا بالكامل الفيدنج اوف ذا فالنبل جروب اتفقنا معاكم في بدايه شابتر النيوتريشن اتفقنا على حاجه ان احنا هنتكلم على البالانس نيوتريشن وبعدين عكسها المال نيوتريشن في البالانس نيوتريشن اتكلمت مع حضراتكم على كل الفالنبل جروبس تعالوا مع بعض نتكلم على المال نيوتريشن وسؤال ليكم قصدك ايه بالمال نيوتريشن قصدك حضرتك ايه بالمال نيوتريشن هي بكتيريا مورين هل هي اندر نيوتريشن ولا اوفر نيوتريشن الاثنين فانا عايز اتكلم على النيوتريشنال ديفيشنسي ديس اوردرز اللي هي اندر نيوتريشن او نيوتريشن اوفر فيدنج او اوفر نيوتريشن اندر تعالوا مع بعض الاول نقول ازاي نعمل اسسمنت قبل ما نتكلم عليهم ازاي نعمل اسسمنت اوف نيوتريشنال ستيتس عندهم ناس كتير غايبة خايفين من الامتحان ولا ايه؟ عندهم دكتور وائل ليه؟ عندهم رمط رمط؟ مش عارف ايه النهارده رمط؟ مش عارف ما بناخدش مع بعض كورنيا سهل مش كورنيا دي اللي في اول عيد قدام سي؟ اي مش مهم دي اول واحدة دي سهلة جدا مش دي اول واحدة لما تخش العيد؟ طيب عندي assessment of nutritional status ايه diet assessment او diet assessment ايه مفهوم الاندايت والاندايت اسسمنت تعالوا مع بعض النهارده حضرتك جيتي لي في العياده بتقولي لي يا ترى انا النهارده هل انا نورمال نيوتريشن ولا انا ديفيشنسي اوردر او انا بالانسد ولا ديفيشنسي ولا اوفر ويت صح ولا غلط عايز احط لك في واحده من الثلاثه كاتيجوريز عندي طريقتين يا اما دايت اسسمنت يا اما اندايت اسسمنت يعني دايت ممكن تسالي تيجي واحده اتفضلي اطلعي المثال هنا قدامي شفت ميزانها بالنسبه لطولها انت كده عندك اوبست او انت اندر نيوتريشن او انت كويسه الدايت ولا الدايت؟ واضحه ده وزن الطول ما فيش حرارة طب حضرتك ممكن اسالك سؤال مستوى التعليم بتاعك ايه؟ لا انا راجل مثقف متعلم انسوار والمستوى المادي كويس واحنا كويسين انسوار مستوى التعليم كويس والمستوى المادي كويس وصحته كويسه بتقول ان هو النيوتريشن بتاعته كويسه ايه رايك؟ الدايت ولا الدايت؟ مش شرط صح ولا لكنها بشكل كبير انديكيتور عشان كده سميتها ايه؟ الدايت يبقى الفرق بين دايت والدايت الدايت تقول لك فعلا عندها مال نيوتريشن او نوت اما الدايت فيقول لك احتمال اه واحتمال لا فهمتوا قصدي ازاي يبقى ده الفرق بين الاثنين عندي طيب عندي اربعه تولز في الدايت A B C D 1 2 3 4 E is anthropometric measures B is biochemical test C is clinical observation D is dietary evaluation يبقى تاني نمسكهم واحدة واحدة عندنا A anthropometric B biochemical C clinical D dietary assessment عندنا يبقى عندنا أربع حاجات عندنا هنشرحهم مع بعض حالا دلوقتي عندنا إن شاء الله الإندايركت عندنا اتنين الفيتال assessment والإيكولوجيكال فيتنس vital statistics والecological factors
النظري مهم طبعا طبعا، هما الاثنين دول انثروبومتريك والدايتري دول مهمين قوي نظري، دول اهم حاجه عندنا فين في النص. طيب نشوفهم واحده واحده. واحده از انثروبومتريك ميجرز. ايه مفهوم الانثروبومتريك ميجرز؟ الحاجات القياسيه، الحاجات القياسيه عايز اقيس في الادلت عشان اشوف النهارده، وعايز اقيس في التشايلد واشوف النهارده القصه عندنا اخبارها ايه. ممكن اسالكم سؤال ليه كنتم غالبا انت خايف من الادلت، من الاوفر ويت ولا الاندر نيوتريشن؟ اوفر ويت صح. وخايف من الطفل على ايه؟ ليه؟ عشان الجرث. فانت بتخاف من اي حاجه تاثر فيه، لان دي المرحله الوحيده في حياته، بعد كده مش هيكبر، فانت عشان كده مش عايز تاثر في الدراسه في حياتك. الكبار انت خلاص اوريدي خلاص وزنه بقى كويس، انت خايف ان هو يزيد قوي، فهنعرف بقى الى الاوبيستي بقى الاثيروسكلروز بقى الى اخره صح. فانا عايز اعمل اسسمنت للكبار واسسمنت للاطفال. اسسمنت للكبار بعمل حاجه اسمها ريليتيف ويت، بعمل حاجه اسمها بي ام اي 3، بقيس حاجه اسمها الويست سيركمفرنس. ايه ريليتيف ويت؟ الوزن الطبيعي، اسف، الوزن على الوزن المثالي، الوزن الحالي على الوزن المثالي مضروبه في 100. المفروض حضرتك تكوني 65 كيلو، يبقى وزنك المثالي كده، ده الوزن المثالي المفروض. ليه جداول بتقول ان الوزن المثالي المفروض يبقى كده؟ طب ايه الوزن الحالي؟ ممكن تطلع الميزان دلوقتي؟ طلعت الميزان قدامي النهارده، طلعت 65، يبقى لي منها ايه؟ مضروبه في 100، يبقى من 65 في 100 يبقى 100%. طب طلعت 75 110 112%. طب طلعت 55 88% و87%، يبقى ده سهل. الريلاتيف ويت اعتمدت على انديكيتور واحد بس اللي هو مين؟ ويت. الويت قسمت الاكشوال ويت، اكشوال ويت على الديزايربل ويت. طيب قال لك انديكيتور واحد بس او بارامتر واحد مش كفايه، فقال لك طيب هناخد البادي ويت بالكيلو جرام على الهايت سكوير بالمتر مش بالسنتيمتر، يعني 1.62 سكوير. فانا وزني 78 كيلو وطولي متر 74 الكل سكوير. شفتوا عملها ازاي؟ هنا اعتمدت على كام بارامتر؟ اثنين، الويت والهايت. فلذلك قالوا ان البي ام اي body mass index is more accurate for calculation than relative weight. ده يعتمد على اثنين انديكيتور عندنا. طب بصوا معايا هنا. في الريليتيف ويت والبي ام اي. What did the owner؟ دي سهله 10%. 100%. بس قال لك من 100 مش من 100 بقى، من 100 من 90 ل 110 مفيش مشكله عندك. ما هو دايما الطب في عندي رينج نورمال، مش معناه ان 100% ده الوحيد الطبيعي و99 ده غلط، لا، فقال لك من 90 ل 110 از اوكي. طيب معنى كده لو حركت اكتر من 110 هسميك ايه؟ اوفر ويت. في حد قال لي كلمه محترمه جدا، بقولوا لكم كلام محترم. في فرق بين اوفر ويت واوبستي. الاوفر ويت 111 لغايه 119، الاوبستي من اول 120. الله، انتوا عايزين تقولوا لي ان في فرق بين اوفر ويت والاوبستي. الاوفر ويت هي مرحله ما بين النورمال وما بين الايه؟ الاوبستي، ودي مرحله الخطر اصلا. خلي بالك انت وزنك دلوقتي بدا يزيد، انت النهارده ما انتش طبيعيه، صحيح مش درجه اوبستي بس ستيل في الارمن صح اللي هو الاوفر ويت. الاول 120 ده اوبستي، وقسموا الاوبستي لثلاث خطوات، يا اما مايلد اوبستي، يا اما مودريت اوبستي، يا اما سيفير اوبستي. عارفين يسموها 1 2 3 وات ايفر. 120 ل 140 139، 140 لغايه 200، 200 بلس للسيفير اوبستي. عارف يعني ايه 200 بلس؟ ضعف. يعني الواحد تقريبا وزنه الضعف، هي المفروض يكون 70، طلع 140 140
عشان كده دي فكره الايه في الريليتيف ويت. الارقام دي هنفصها طبعا خلي كلها هنفصها. طيب لو اقل من 90 محدش قال لو اقل من 90 70 اندر ويت خلاص. طب البي ام اي البي ام اي النورمال من 18.5 ل 25. طب من 25 ل 30 ايه؟ اوفر ويت. 30 الى 35 اوبيس. 35 ل 40 موربيد اوبيس. اكثر من 40 ده سيفير. طب ما الاقل من 18.5 اندر ويت. يبقى تاني من 18.5 ل 25 ده نورمال، 25 ل 30 ده اوفر ويت، من 30 لغايه 35 ده مايلد اوبيستي، 35 ل 40 ده مودريت اوبيستي، فوق ال 40 ده سيفير اوبيستي. وطبعا منطقيه ما باينه، ما دي 40 دي تقريبا 20 صح؟ يعني نورمال تقريبا 20، حط 20، 40 برضه كان ايه؟ كان يعتبر دبل وايت معين. كان عندي طالب ربنا يشفيه ويكرمه، قال لا يمكن انسى هذا الطالب، كان عندي من سنين طويله قوي. الواد ده كان اكثر طالب اوبيس في حياتي درسته. كان البي ام اي بتاعته كانت 66 يعني وزنه 200 حاجه و 30 او 200 حاجه و 20 فرد بيقعد على كرسيين بدون مبالغه. والفكره بقى هو كان ولد جميل جدا وفاني ووشه عارف لطيف. مشكلته بقى اللي كانت الريسك التاني ان هو كان سموكر. فقلت له يا ابني خلي بالك انت عندك اثنين ميجور فاكتور يموتوك، الموربيد اوبيستي والسموكينج صح ولا غلط؟ فدي الفكره ان هو ده كان فكره الاوبيستي عندنا. اقول لكم بس خطوره عشان تحسوا قد ايه الفرق بين 3 ديجريز. ان النورمال طبعا كل حاجه بربنا كل الاعمار والصحه والحياه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، قال لك ان المايند اوبيستي الليبل للديث 1.3 نورمال بيرسون. يعني اذا كنت انت عرضه للوفيات بشكل معين ف 30% زياده المايند اوبيستي ريسك اكتر. اقول لك الموربيد اوبيستي والسيفير اوبيستي الليبل كم مره؟ 10 تايمز. 1.3 ل 10. يعني قصه الاوبيستي الديجري بتفرق معايا قوي قوي. ان انا سواء كنت مايلد افورد او سيفير افورد. اتفقنا؟ فهمنا الارقام؟ المهم اول ارقام دي نبقى حافظينها عندنا يا جماعه سواء النظري الاوس بي للامس كيو. حاجه كده نبقى عارفينها سواء نظري او اوس بي او امس كيو. طيب نرجع هنا. انا هنا كنت بتكلم على الريلاتيف ويت، كنت بتكلم على البي ام اي. الحاجه الثالثه الويستر كونفرنس. بس الويستر كونفرنس بمزورة متر عندنا بقسها طبعا في الولاد تبقى 102 سم في البنات تبقى 88 سم. هو سؤالي وانا ايه المشكله؟ طبعا الويستر كونفرنس المنطقه اللي بتقيس الابدومنا ليه؟ اوبستي. طب تفرق معايا فين؟ انفكس بالظبط ممتازه. نعم ينسى ان دبلنا دايبيتس بليكس قال ان الابدومنا الاوبستي بتبقى اسوشيتد مع نعم ينسى ان دبلنا دايبيتس بليكس. عشان كده بنقول الناس خلي بالكم لو انت النهارده اوبيز لو انت النهارده اسف البي ام اي بتاعتك اسف الابدومنال اوبيستي عندك فانت مور ريسك للدايابيتس بليتس عندك. اتفقنا؟ سهله؟ واضحه ده؟ طيب مين عندنا بالنسبه لقصه الايه؟ الانثروبومتريك ميجرز في الكبر في الاطفال. نقيس ازاي؟ اقيس الريلاتيف ويت ولا البي ام اي ولا اعمل ايه؟ عرفوا في الاطفال عمليه. لو ما حدش قال هذا ممتازه 100% جروث شارتس. يا جماعه ليه تاخد وزن وطول وانت عندك حاجه اسمها جروث شارتس؟ وخاصه زي ما قلت لك الطفل مش مسموح له انه ما يزيدش. يعني لازم يزيد. حتى انا قلت لكم ساعتها في الجروث شارت لو الطفل ستيشنري ده مش نورمال. لازم الطفل يبقى اولويز ايه؟ اسندنج. يبقى القصه عندك سمبلي في الاطفال حاجه بسيطه قوي. ارسم جروس كارف خط كده وخط كده. براحتك عايز تقيس الويت، عايز تقيس الهايت، اللي انت عايز تقيسه قيسه. قيسه اجينست الايج. فاكرين لما حطينا كيرف كده وكيرف كده؟ وسمينا ايه؟ بلس 2 ستاندرد ديفيشن ده ماينس 2 ستاندرد ديفيشن او 95 برسنتايل او فيرست برسنتايل. يعني في الاخر الماكسيمم والمينيمم نورمال. واتفقنا ان الطفل دايما يكون دايما اولويز ايه بينهم عندنا. لو الطفل طلع فوق الكيرف ده يبقى الطفل ده ايه؟ اوفر ويت. اوفر ويت. ولو الطفل نزل تحت اندر ويت. اندر ويت. بينه وبينكم هيخاف الاطفال من مين؟ اندر ويت. اندر ويت. لان ديت ايه؟ انا مش معنى كده الاوفر ويت صح. الاوفر ويت برضه مشكله وبتسبوز الدايبيتس بدري والقصه دي كلها. لكن انا بخاف اكتر من اللي تحت عشان ايه؟
عشان ده مرحله الجراث، الطفل مش بينمو بشكل كويس قوي. فالاطفال عندنا الانديكيتور بتاعها هو ايه؟ هو البروت شارت، انك انت بتشوفه بين الابر واللور زي ما خدناه في الام سي اتش زمان، البلس 2 والماينس 2، او انك انت خدناها عندنا بين الفيفث 95 والفيفث برسنتايل، ده او ده الاثنين بالنسبه لي اس ابر واللور كيرف او ماكسيمم والمينيمم نور بعد ده. اتفقنا؟ عايز تقيس عندنا ايه؟ ممكن تقيس البادي ويت او تقيس الهايت، يعني هنا ممكن تقيس الويت اجينست الايج، او نقيس الهايت اجينست الايج، او نقيس الويت اجينست الهايت. دول الثلاثه انديكيشن هناخدهم في الحصه الجايه ان شاء الله مع حاجه اسمها البي ام او بروتين انرجي مانيبيوليشن عندنا. اوكي؟ طيب ده بالنسبه لنا از ده بالنسبه لنا از دي انثروبوميتريك ميجرز عندنا. اتفقنا؟ احنا كده خلصنا اول واحده انثروبوميتريك ميجرز. تاني حاجة عندنا اسمها بايوكيميكال تيست. تاني حاجة عندنا اسمها بايوكيميكال تيست عندنا. ايه مفهوم البايوكيميكال تيست؟ ان انا اعمل للعيان بعض التحاليل بتديكيت مانيفيجن. ادارك ولا ادارك انترفنشن؟ اديك مثال بسيط قوي. هو العيان لما حلل لي الهيموجلوبين من النهارده يطلع معاه 10، يبقى معناها ايه؟ انيميا، صح ولا غلط؟ لما طلع له الفيتامين اي في الدم يطلع الفيتامين اي قليل، يبقى دي فيتامين اي ديفيشنسي. لما حلله الكالسيوم يطلع الكالسيوم قليل، ايه ده؟ طيب. يبقى دي كل حاجه اتطهرت، مش محتاج اي فن خالص. انا بعض الحاجات التحاليل عندنا لما اشوف عندنا عملوا ديكسا سكان في الاشعه، كمان انواع الاشعه، فبلاقي عنده اوستيوبروزس، يبقى الكالسيوم عنده قليل، بروتين قليل، مش محتاج ان انا اختلف فيها انا. طيب دي اثنين. ثلاثه، اعمل حاجه اسمها كلينيكال اسسمنت. ايه مفهوم الكلينيكال اسسمنت؟ هو لو دخل علينا عيان في العياده لقيته مين؟ وشه شاحن، هقول له ان عندك ايه؟ انيميا. هيروح دي كلينيكال ساينس. لما يكون عنده مثلا بليدنج تندنسي، انجل السوماتايتس، بي 2 ديفيشنسي مثلا فور اكزامبل، عنده مثلا باتشز، هيموراجيك باتشز او وات ايفر، يبقى عايز تقول لي ايه؟ ان في عندنا بعض الكلينيكال ساينس بتنديكيت ايه؟ ماني بتشر عندنا. الكتاب جايبها لك في شايفين الجدول قدامكم؟ جايب لك حاجات في الهيلا نيك زي مثلا زي ما قلنا الحيل انديكيت انيميا، بيتو سبوت او كونجكتيفا زيروزس فايتن اي ديفيشنسي، انجل سوماتايتس بي 2. دي اكزامبلز الكتاب كاتبها لك. احفظ لي اثنين ثلاثه اكزامبلز في كل واحده. اثنين ثلاثه في الهيدا نيك، اثنين ثلاثه في السكن، لو قلنا مثلا درماتايتس باللاجرا، مش عارف سبوتينيس فاتي باوبستي، لوس اوف سبوتينيس فاس مارازمس، حاجات في الماسكوس كليتل، حاجات في النيرفس. يبقى ممكن تحفظ اثنين ثلاثه اكزامبلز في كل واحده منهم كاكزامبلز اوف كلينيكال اسسمنت اوف مانيبيوليشن عندك. الطريقه الرابعه. الطريقه الرابعه اسمها دايتري اسسمنت او دايتري ايفالويشن. سمبلي حضرتك بتاكل ايه؟ اقدر اقول لك انت عندك مانيبيوليشن اور نوت. لو انت اديتني الاكل اللي انت بتاكله بالظبط اقدر اقول لك اذا كان النيوتريشن ستيت بتاعتك كويسه ولا غلط. ودي اعتقد منطقيه، صح ولا غلط؟ لان هي طريقه سهله جدا انك انت بتقول لي انت بتاكل ايه ما بتاكلش ايه. واحد قال لك انا باكل وقال لك ان هو ما بياكلش خضار وفاكهه، ده انت بتعمل فيتامين ديفيشنسيز، او ما باكلش عسل، ما باكلش سبانخ، ما باكلش لحمه، ما باكلش ما باكلش. ده انت متوقع عنده اي ديفيشنسي. او واحد يقول لك انا ما بحبش منتجات الالبان كلها خالص، في ناس كده ما ياكلش اللبن ولا الجبنه ولا انصار، يبقى لازم هتلاقي عنده ايه؟ كالسيوم ديفيشنسي. يبقى ممكن اعمل لك اسسمنت عن طريق الاكل اللي انت بتاكله واقول لك انت عندك ايه؟ عندك. فتعالوا مع بعض ناخدهم طريقه طريقه عندنا واشوف كل طريقه فيهم انتوا شايفين ميزاتها ايه وعيوبها ايه. اول طريقه اسمها 24 اور دايت ريكول ميثود. ايه فكره ال 24 اور دايت ريكول ميثود؟ انا اكلت ايه امبارح ولا النهارده؟ قالك في الطريقه دي. ميزتها ايه؟ سريعه وسهله مش محتاجه حاجه سهله. عيبها ايه؟ ممكن يبقى فيها مشكله نمره لص او متغيره. هي دي متغيره امبارح بالذات مش انديكيتيف. ليه؟ ممكن يكون كان معزوم امبارح، يمكن بالصدفه كنت معزوم فكلت كويس، او كان يوم متضايقين فما اتضنش بابا واتخانق مع بابا وما عملناش اكل النهارده او وات ايفر القصه ايه، فاحنا ما كناش كويس. لكن هي طريقه سريعه، فلذلك ميوزك ميزتها انها ايزي كويك سريعه. اوكي؟ وما بتتغير ما دونت انترفير وذ بيشنت تشويس. يعني دونت انترفير وذ بيشنت تشويس، هو كده خلاص. يعني غير طريقه ان اقول له اكتب لي الدفتر ده وشوف لي هتاكل ايه الاسبوع الجاي. ما دام قلت له اكتب لي هتاكل ايه الاسبوع الجاي، ممكن ايه؟ يغير، يزود، ينقص، صح ولا غلط؟ لكن دي طريقه مش انترفير لانه كان اوريدي. عيوبها زي ما قلت لكم ايه؟ تعتمد على الميموري، ممكن يبقى كان في اوفر استيميشن او اندر استيميشن،
ممكن سنجل دي از نوت ريبريزنتيتيف لحاجه اكيد ان هو كان بالصدفه امبارح كويس او امبارح كان وحش. طيب في عندي فود فريكونسي كويشنير. يعني كلمه فود فريكونسي كويشنير العكس بقى، قلت له مش عايز امبارح، قول لي الشهر اللي فات طبيعه اكلك كان اخبارها ايه؟ خدها على مده طويله. ايه مميزاتها؟ شايف سيجاره دي ميزتها انها توفر كم عيب اليوم؟ ان هي ايه؟ واخده لونج تايم، فبالتالي يوم كويس يوم وحش شايف بعضها. والحاجه الثانيه برضه ميزات النوت انترفيرنج والتبيشن انتيك، لان انا خدتها امتى؟ بعد ما كانوا خلص ما كانش عارف حاجه. عيبها ايه؟ إذا كانت الأولية بيمر لص يبقى ليه إيه؟ نصين. يعني بيمر نصين زي ما أنت بتقول، يعني خصوصا طبعا صعب نجيب الداتا في الفترة اللي فاتت دي كلها. أوكي؟ الحاجة الثانية إن فكرة السيرفنج عندنا بتبقى أو فكرة السيرفنج سايز مش محسوبة. يعني بص أنا كنت باكل طبق رز وحتتين لحم، أيوة حتتين لحم دول قد إيه؟ فاهم قصدي؟ عارف زي الدكتور دايت لما يقول لك خد معلقتين رز مغرفة بالظبط، الفكرة بقى أنت قلت لي معلقتين بس ما قلتليش إيه؟ حجم المعلقه اخبارها ايه؟ وما قلتليش املى المعلقه ازاي؟ اوكي؟ فدي الفكره السيرفنج سايز مش هتبقى زي من طبق رز حته اللحمه يعني عارف، فتلاقي ان كده ما تقدرش تعمل استيميشن عليها صح. دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه اسمها فود ريكورد. يعني ايه فود ريكورد؟ لقينا حاجه ان الهابتس بتاعتنا عموما في الاكل بتتكرر كل اسبوع. ركز مع ماما من 3 ل 7 ايام. هتلاقي ماما يوم بتعمل لحمه، تاني يوم بتعمل رز، اسف، تالت يوم بتعمل فراخ، رابع سمك، خامس عدس، تلاقي انها سايكل متكرره. انت مشكلتك في اليوم ايه؟ ان ما كانش اكيوريت، لان ما كان بياخد سنجل دي. طب انا بقول حاجه لطيفه، طب ما تدي ماما دفتر وتقول لها اكتبي اللي انت بتاكليه على مدار اليوم للاسره. صح؟ من كل الاصناف اللي انت بتاكليها. ايه رايك في الطريقه دي؟ مش هطبقها يعني مش ابليكابل قوي. ميزتها ايه؟ لو اتطبقت صح. لا مش هينسى حاجه، كل حاجه مش هينسوا حاجه ويكتبوا حاجه وكل حاجه منظومه، السايز معروف وكل حاجه منظومه، فهي طريقه رائعه لو اتطبقت صح. يبقى ميزتها انها فعلا بتديك انديكيت، لا تعتمد على الميموري، يعني مش هينسى ولا حاجه، ان هي بتديك ارقام حقيقيه صح؟ عيبها ايه؟ عيبها ايه؟ الريكوردنج اتسلف ممكن يبقى انكريت صح؟ احنا بنعشق ضرب الارقام. يعني ماما معلقتين يعني انا شخصيا عندي هذه المشكله. يا ماما خففي، انا يا ابني ما اكلتش هم معلقتين الصبح قد كده، هم ربع رغيف عيش وحته بيضه قد كده صح؟ فدي الفكره. يا ماما حرام عليك، هو ما هي سمنه، هي معلقه سمنه قد كده حطيتها للرز صح ولا غلط؟ فدي الفكره، ممكن ما تبقاش الداتا عندك الريكوردنج ممكن يبقى اكل، مش بس ممكن يبقى اكل، ممكن ينفلونس الانتيك. يعني ايه انفلونس الانتيك؟ لما تحس ان انا هكتب طبق رز كبير حبري لا صعب هصغر الاكل فهاكل اكل اقل. انا مش عايز كده، انا عايز اعرف الاكشوال الاكل فعلا بالنسبه له اخباره. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اذا المشكله ممكن يبقى اندر ريبورتنج، ان انا ما بتسجلش كويس، او ان هو يقلل فعلا اللي بياكله حقيقي، وانا عايز اعمل استيميشن اللي هو بياكله فعلا. طب الحاجه الاخيره دايت اوبزرفيشن، طبعا دي صعبه جدا جدا. يعني دايت اوبزرفيشن يعني ارحب عنده في البيت يعني ولا ايه؟ اشوف اكتر في الاماكن الميتنجز والواو الى اخره في المستشفيات ان سو، تبقى الناس تحت عينيك، فانت ممكن تشوف دايت بعينيك انت هم بياكلوا قد ايه. طبعا ميزتها لا فيها ميموري لوس، انت شايف نفسك مش عارف اللي بيتكلم ولا بيتنترفير، بس بياكل براحته. لكن ايه بقى؟ ايه بقى يا جماعه؟ دي مش براكتيكال خالص، ما تنفعش غير عارف ايه؟ عارف ريزيدنشال اريا بيت مسنين مدرسه داخليه، يعني قصدي الناس موجوده اوريدي عندك، لكن ما تنفعش في النورمال. ما ينفعش تبعد عند الناس في البيت. ايوه لا لحظه بضحك، كوبايه الشاي ثانيه واحده 200 مللي كوبايه شاي عليه نص معلقه سكر صح ولا غلط؟ هتبقى مش براكتيكال للناس اللي قاعده معاك في الايه؟ في البيت. اتفقنا؟ كل ده اسمه ايه؟ ده الدايت اسسمنت. يبقى ده فكره الدايت اسسمنت عندنا، ودوت مع كل مميزاته وكل عيوبه اتس ا دايت اسسمنت اوف ماي نيوتريشن. يبقى اتس ا دايت اسسمنت اوف ماي نيوتريشن. طيب في النهايه خدت الدايت اسسمنت هحللها كواليتيف ولا كوانتيتيف؟ خدت الاكل رز ومكرونه انسوت الاثنين اكيد الاثنين. الكواليتيف هيتحلل في الفتره اللي الفود بليت اكلت ايه؟ ربع ربع ربع. لما تشوف الاكشوال بالنسبه له ايه؟ لا ده 10% بس، ده مش ربع، ده اخد النص صح؟ لان الرز مش واخد مثلا، ان ممكن انت بتحللها ككواليتيف
في حاجه اسمها البايب ليد، وتشوف الخمسه جروبس اللي عند حضرتك اخبارهم ايه او الانتاج بتاعهم اخباره ايه. انا قلت الخمسه جروبس اربع تربع لحمه ورز اللي هي الميت والميت برودكتس، والسيريز اللي هي الحبوب الرز والمكرونه والصوم فروتس والفيجيتابلز، والكوبايه اللي جنبهم كوبايه دايري اللبن او الميلك او الدايري برودكتس. كوانتيتيف يعني ايه يا جماعه؟ انا مش بس بقول لك بياخد من كل صنف قد ايه، بياخد ايفن قد ايه مقارنه بايه بقى؟ باحتياجاته. بياخد انرجي الاكتوال كام وهو محدود كام؟ الاكتوال الانرجي البروتين بياخد كام وهو محتاج كام؟ يبقى مقارنه بحاجه اسمها دايت ريكوايرمنت الاونس او الاندكس عندنا، دايت او ديلي ريكوايرمنت اندكس عندنا. اتفقنا؟ كده خلصنا بالكامل حاجه اسمها دايت اسسمنت عندنا. الطريقة الثانية اسمها Indirect Assessment. ايه مفهوم Indirect Assessment؟ عندي اسمها Vital Statistics. Vital Statistics هنخدها مع بعض الشابتر كامل ان شاء الله. هو لما يكون الانفانت مورتاليتي ريت عالي يفرق معايا في المانيتريشن. لو جيت للمجتمع وقلت لك ان الانفنت مورتاليتي ريت عالي او البريسكيو مورتاليتي ريت عالي، ممكن بسبب ديزيز مش لازم بسبب نيوتريشن، لكن ممكن تبقى واحده من اسباب نيوتريشن لكن مش بالضروره. مش كده متى لما يكون ماتيرنال الماتيرنال مورتاليتي عاليه او ماتيرنال موربيتي عاليه او قليله. على فكره ماتيرنال مورتاليتي او موربيتي عاليه بسبب الهيموريج، بسبب الكلامسه، بسبب الكلامسه صح ولا لا، لكن ممكن تبقى بسبب نيوتريشن بس ده مش اشهر اسباب. الايكولوجيكال فاكتورز. ايه مفهوم بقى الايكولوجيكال فاكتورز؟ ده سؤال نظري مهم برضه. الايكولوجيكال فاكتورز اللي هي حاجات بقى موجوده عندنا في الانفايرمنت، ودي هنقسم او هناخد فيها اول واحده لو بصيتوا على السبوره معايا تفهموها سيبوا الكتاب. اسمها ناشونال فود كونسامشن اند food balance sheet. ركزوا معايا في الحته دي فهموها معايا كويس قوي. سالتوكوا سؤال، هل الشعب المصري بياكل كويس ولا لا؟ او السؤال بمعنى اخر، هل الشعب المصري عنده اوفر نيوتريشن ولا اندر نيوتريشن ولا بالانس نيوتريشن؟ سؤال صعب كبير بس سهل نحكم عليه طول الموضوع مش بالبساطه انت بتقولها. طيب ما ليه الفكره؟ هقول لك على حاجه. اختاروا لي نوع من انواع الاكل. سي رايس. عايز احسب توتال كونسومشن اوف رايس ان ايجيبت 2070 مثلا. احسبها ازاي؟ كل اللي احنا كناه في مصر كله في سنه 2017. للنباع لوكال برودكشن زرعنا استوردنا زيت الامبورت ماينس اي اللي صدرنا اكسبورت او الستور لسه متخزن ما كلناهوش او السبويل الباظ رميناه او الانيمال فيد الانيمال كريتو المان يطلع معاك ايه؟ اللي انت استهلكته خلال ايه؟ خلال سنه. طب في اليوم؟ حاسب اسمع على كده الرقم يطلع معاك اسمع على كده 365 بس كان بختار ده. احنا قولين من الكروز ماشي انا معاك هي اقرص بنسمع على عايز على ايام السنه. طب بير بيرسون بنسمع على العالم بس اوكي لو 90 مليون او افضل يطلع معايا 150 جرام رايس بير داي بير بيرسون بير داي. انت معترض على ايه؟ يعني اكلت يعني مش كل انا كل رز. انت مدخل اطفال لسه مولوده ممكن ما يكونش بياكل رز، مدخل ناس ممكن اصلا ما تاكلش رز، ومفترض انك انت كل يوم بتاكل نفس المعدلات. بس في الاخر انا بحسب لك ايه؟ افريج صح ولا لا؟ انا معاك ان الرقم ده متاثر بالايج بالسكس بحاجات كتير جدا،
بس في الاخر سن افريج. طيب ده الرز اللحمه نفس الكلام برضه نفس الكلام البيض نفس الكلام كل حاجه ممكن نفس الكلام فيطلع معاك الافريج بتاعك بتاع الرز واللحمه والرز والفراخ والمكرونه انسون. بس انا بصراحه انا ما بفهمش رز ولحمه ومكرونه وفراخ والكلام ده، انا افهم ايه؟ بروتين كالسيوم ايودين فيتامين اي انسون. طب تيجي تترجم الرز للكلام ده مش في جداول بتلاقي حتى على علب العصير والحاجات دي كلها نيوتريشنال فاليو. نيوتريشنال فاليو اللي بيقول لك مثلا ال 100 جرام رايس مثلا فيها قد ايه بروتين، فيها قد ايه كالوريز، فيها قد ايه ايودين او ايرون مثلا، فيها قد ايه كالسيوم اند سو اون. الجدول ده اسمه فود كومبوزيشن تيبل. اسمه فود كومبوزيشن ايه؟ تيبل. جدول ثابت ولا متغير؟ ثابت. لان ده عمره 100 جرام رز فيهم الكلام ده كله. طب وفي برضه 100 جرام وبس مش 100 جرام رز بس، ده في 100 جرام فريت 1 اف رغيف عيش اند سو اون. طب ممكن ترجم الرقم ده هنا صح؟ اذا كانت ال 100 جرام فيها كميات محسوبه من البروتين والكالوريز والى اخره يبقى ال 150 فيها كام؟ ونعمل اللحم نحط اللحمه هنا والبيض نحطه هنا والعيش نحطه هنا يطلع معاك ايه في الاخر؟ التوتال تيك اوف بروتينز من كل اصناف الاكل، التوتال تيك اوف كالوريز من كل اصناف الاكل، التوتال تيك اوف اير من كل اصناف الاكل، التوتال تيك اوف كالسيوم من كل اصناف الاكل. اخد الداتا دي احطها كالوريز بروتينز اير كالسيوم فيتامين اند سو اون. الداتا دي اسمها فود بالانسد شيت. هل الفود بالانسد شيت ثابت ولا متغير؟ هل الفود بالانسد شيت ثابت ولا متغير؟ ها؟ لا ازعل منك. متغير حسب الايه؟ اكل ايه؟ الاصناف اللي حضرتك بتاكلها. هو حضرتك لو انت بتاكل بروتين كتير قوي والبروتين انا عارف ان هو مليان بلاش بتاكل رز كتير قوي وانا عارف ان الرز هو المصدر الاساسي هو في الانرجي هيطلع معاك رقم الانرجي ايه؟ عالي. طب لو مش باكل رز خالص يطلع معاك رقم الانرجي عالي قليل. فاذا ده متغير حسب الافرج ده، والافرج ده هو اللي بيسمع في الجدول ده فبيسمع عندنا هنا. طيب انا باخد الارقام دي كلها واقارنها بحاجه اسمها ايه؟ ريكوايرمنت في الاندكس او ديلي ريكوايرمنت اندكس اللي هو النورمال فاليو عندنا، وبشوف عندنا مثلا الار دي اي. الار دي اي عندنا هل الرقم ده هو الار دي اي؟ افترض ان الكالوريز من 2000 ل 3000 افترض ده النورمال بتاعنا، وانا الرقم اللي طلع معايا هنا 2400 ربنا زي الفل ما عنديش مشكله في الكالوريز. طلع اقل من 2000 يبقى عندي انتيك كالوريز قليله، طلع اكتر من 2000 يبقى عندي انتيك كالوريز زياده. فهمتوا الفكره عندنا؟ ده فكره الفود بالانس شيت. فهمتوها؟ سؤالي بقى وات از ذا كرايتيريا اوف فود بالانس شيت ان ايجيبت؟ لقينا كذا كرايتيريا لما حللنا بتاع مصر. لان السيلنس او العيش بيمثل ايه؟ البلك الاساسي بتاع اكلنا في مصر عندنا، طبعا هتقول لي سورس اوف انرجي، سورس اوف بروتين طبعا، وسورس اوف ايرون وفيتامين. الانرجي انتيك في مصر عندنا ودي نورمال ولا اقل ولا اكتر؟ اكتر. وعشان كده في عندنا مشكله اسمها ايه؟ هل لما اقول لك الانرجي انتيك في مصر عندنا كافرج اكتر وفي عندنا مشكله اسمها اوبيستي، هل معنى كده انك رحت فينا اوبيس؟ لكن معنى كده ان في ايه؟ في مشكلة في الشعب المصري اسمها ايه؟ obesity. فاهم قصدي ازاي؟ يبقى there is a problem in the population is called obesity عندنا. ثلاثة البروتين عندنا اخباره ايه؟ لما نيجي نحسب بروتين انتيك لقيناه ايه؟ المفاجأة كانت كويس ولا لا؟ مش في البروتين انتيك، مشكلته في الايه؟ ان هي البروتين انتيك لما ناخده من بلاند اوريجن الفول والعدس اند سو اون. واحنا لما عرفنا قبل كده زمان في البايوكيمستري ان الانيمال بروتين ده بيتر ذان لان هو فيه اسينشال امينو اسيدز صح ولا غلط؟ فلذلك الانتيك عندنا في البروتين في مصر كويس
بس مشكلته from plant origin مش from animal origin. فالانتيك اوف انيمال بروتين عندنا في مصر قليل بس الانتيك اوف زمان بروتين از عالي. اتفقنا؟ الايرن انتيك اخباري اللي هي بدالي بشرة الروس. لو حد اللي بجد بشرة الروس. ما في ايرن ديفيشنس يعني في البلد كلها يعني. هتقدر تكون في امتحان النهارده زياده هي جوه الايرن انتيك اخباري. وليه؟ هتدي فور ماركس زياده في امتحان لقيناه دي نورمال ولا اقل ولا اكتر؟ نورمال. انا هقول يا ابني ليه؟ لقيناه دي نورمال او اكتر. طب سؤالي ده بيناقض معلومه قلتها قبل كده. هاي ديفيشنسي يعني ده موست كومن ديفيشنسي هولدرز. بس في معلومه انت لو فاكرها زمان قلتها لكم ايه؟ في معلومه قلتها لكم قبل كده وهي ايه؟ ان مشكله الاير مش في الانتيك مشكلته في الابزوربشن واحنا الانتيك اوف اير كابزوربشن احسن في الانيمال بروتينز مش في البلانت بروتينز واحنا اوريدي في مصر عندنا انتيك اوف انيمال ايه قليل عشان كده بتقول عندنا مشكله اير ديفيشن سنيه في مصر مش مشكله انتيك بدليل ان في الحوامل والاطفال ما عندناش كل سبانخ في كل لحمه والكلام ده كله اديتها ايه سبرمنتيشن على طول لان عارف المشكله عندنا في الابزوربشن فعشان كده لو سالت سؤال في الام سي كيو او سالتوه في الاورال ايرن انتيك ودي النورمال لكن مشكلتنا عندنا في الابزوربشن عندنا اتفقنا يا شباب؟ طيب ده بالنسبه للسؤال المهم اللي اسمه ناشونال فود كونسمشن اخر حاجه الايكولوجيكال فاكتورز اللي ممكن تعمل لي مانيبيوليشن زي ايه؟ الكالتشر فاكتور الفود هابتس والقصد كلها ممكن تاثر في المانيبيوليشن بس زي ما قلنا مش بشكل مباشر السوشيو ايكونوميك زي ما قلت عندنا حجم الاسره والفقر والشغل والتعليم and so on. هل السوشيال كوميونيز از دايت انترفنشن؟ لا زي ما قلنا غني او فيير ان دايت الانفكشن وجود انفكشن وباراسيتك انفكشن الحاجات دي تؤدي الى ماني نيوتريشن اوكي هيلث اديوكيشن سيرفيسز هل في عندك افيلبل هيلث اديوكيشن سيرفيس او نوت في البلد كل ما كان في عندك اويرنس كامبينز اكتر كل ما كان عندك اديوكيشن او نيوتريشن صح العكس لما عندكش هيلث كامبينز فممكن يبقى عندك مانيتريشن بس برضه مش شرط مش معنى ما عنديش هيلث اديوكيشن في البلد ان في عندي مانيتريشن اتفقنا كده خلصنا بالكامل دي الاسسمنت اوف مانيتريشن فاكر يا لكم مره بكره ان شاء الله هناخد بقى المانيتريشن كلها ديفيشنسي والاوفر نيوتريشن في المجال ده ان شاء الله عندكم امتحان سبت ان انتوا بقى قايلين النهارده حلو اول سؤالين برضو حلو اول سؤالين بس السؤال الثاني في مقلب او غلط برضو لما يقول لك بريفنشن اوف راديشن حلو ازاي صح لازم الدرايت من فرق او ينوز ريديشن عشان في ناس بتغلط غلط لما يجي لك بريفنشن اوف راديشن هيجي يكتب لي بريفنشن اوف ايونايزنج اللي هي المشروعه بالكتاب في الكتاب صح فلو جالك السؤال ده لازم تقول لي في ايونايزنج الدرايت في الفارق لازم كل بريفنشن بروح ادينا قلت له فوق يا فندم لو انت فاكر كان في اثنين زي بعض واحده زي واحده مش حاجه يعني اتفضل يجاوب السؤال شو بسميكوا بس الاول
لا ما بقولش انت جيت تمتحن ولا ايه؟ نو في سكتة مستنينك أربعة هنا يا شباب.